صباح الخير بنصب عليكم متابعينا متابعي ابو كبير ميديا من سوق المواشي في محافظه كفر الشيخ. الاسعار في النازل، في تراجع في اسعار الماشيه اليوم، واللحم القايم بيسجل ما بين للابقار 140 جنيه، والجاموس يعني ما بين 130 و 135. هذه هي الاسعار اليوم اللي موجوده. عاوز اقول لكم ان طبعا فاضل يعني اسابيع على عيد الاضحى المبارك، والاسعار بالنسبه للحم القايم في تراجع. السوق اللي فات كان في تراجع، لكن السوق المره دي في تراجع اكتر. حركه البيع والشراء هاديه جدا للغايه. هنتابع اسعار طبعا العجول اللحم سواء للابقار او للماشيه، سواء البقر او الجاموس، وكمان حركة طبعا الشراء، وهنشوف المواشي الحلاب المتنوعة المختلفة في أسعار سوق يوم الخميس. سوق الخميس هو أحد أهم الأسواق في كفر الشيخ، وبيجيله من محافظات متعددة من مختلف ربوع طبعا مراكز كفر الشيخ، وكذلك محافظات البحيرة والغربية والداهلية، وبعد من الأسواق الكبيرة المتواجدة في المحافظة. خلينا نتابع طبعا الشراء وحركة الشراء اليوم، سواء بالنسبة للبيع أو الشراء في صباح طبعا يوم الخميس. وادي طبعا دي الأبقار الحلاب في صباح الفل. صباح الخير يا ريس، صباح عليك. الأسعار عاملة إيه النهاردة؟ في تراجع ولا في إيه؟ في تراجع والله. في تراجع. ال 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 طب بالنسبة للحم القايم يعني العجول البار والجاموس؟ ما أعرفش أنا الجاموس. أنت بالنسبة للبار يعني، نتكلم على البار. البار بيقف فيه بعرض من 250. من 250 بعرض. دي بالنسبة للأسعار المتنوعة. خلينا نتابع في جولة صباحية معاكم الأسعار المتنوعة خاصة للعجول طبعا اللحم، سواء للحم القايم أو الأنواع المختلفة. في صباح عليك، صباح الفل. صباح الفل يا باشا. الأسعار عاملة إيه النهاردة؟ الأسعار في النار ولا؟ لا، زي الناس بتقول في النازل يمكن. لا لا، الأسعار حلوة. اللي يقول لك في النازل بيكذب عليك. طيب خلينا نقول كده، بالنسبة للأسعار في العجول اللحم القايم للبار 160 جنيه، للبار 160 و140 في الجاموس. طيب سوق الحلاب بالنسبة للبار والجاموس عامل ايه؟ غالي نار. ها؟ غالي نار، واحد تلاقي بهاي. طيب اكيد طبعا، احنا عاوزين دايما نكون في غالي. دي طبعا هنتابع معاكم في الجولة الصباحية. صباح الفل يا عم الحاج، بنصب عليك. اللي وراها مثلا عجل صغير ولا حاجة بتعمل من كام؟ لو هي مثلا قصر سنتين، قول لنا كده الأسعار. احنا معاكم ممكن تعمل 80 75. 80 75. طب وبالنسبه اللي هي لسه شهر مثلا شهرين او ثلاثه؟ ده شهرين ثلاثه تملأ 20000. 20000 العجل ده رخيصه خالص، ده ببلاش. هي كده. ايوه بس هي شهرين ثلاثه وهي كده 10 يعني، قصدك عمر سنه ونص مثلا؟ لا عمر سنه. عمر سنه. طب بالنسبه للحم القايم للعجول البقر عامل كام؟ ب 160. والجاموس 155 و 140 و 150 حسب حالة العجل يعني، حسب اللحم اللي فيه. صباح الفل بنصب عليك. خلينا نتابع في الجولة الصباحية متابعينا في البث المباشر بالنسبة لحركة السوق. عايز اقول لكم كمان ان حركة البيع والشراء اليوم يعني متوسطة. صباح الفل بنصب عليك. الأسعار بالنسبة للحم القايم عامل ايه النهارده؟ حلوة حلوة، رزق الأهل الله. ها؟ رزق أهل الله. أيوة. الجاموس عامل كام؟ الجاموس؟ لا ما أعرفش الجاموس. والبار؟ بقر خير. عامل كام في اللحم القايم؟ الدقة 170. من 160 ل 170 يعني. طيب صباح الفل بنصب عليك. خلينا نتابع في الجولة دي الأسعار المتنوعة والمختلفة في صباح يوم الخميس. زي ما قلنا الاسعار المتنوعه بالنسبه للحم القايم بيتراوح، للبقر بتراوح من 150 ل 160 جنيه، واللحم الجاموس بتراوح من 140 ل 150 جنيه في صباح يوم الخميس. دي الجوله الصباحيه. الابقار بقى، البقر بقى سواء كان الحلاب حسب السعر المختلف بيبدا من طبعا 100 و سواء اسعار بقى من 60 ل 70 ل 80000 جنيه. الاسعار مريحه يعني، حركه البيع والشراء متوسطه، والاسعار مريحه وفي النازل، وفي تراجع كويس جدا
فرصة ان انت تشتري بقى لو انت بتشتري للعيد. طبعا بالنسبة للحوم اللي هي هتبقى الاضاحي قبل عيد الفطر قبل عيد الاضحى المبارك بالنسبة لحركة الشراء والبيع في يوم الخميس. خلينا نتابع كمان هنتابع معاكم في الجولة الأسعار المتنوعة بالنسبة للخرفان وكذلك طبعا أسعار اللحم القايم للبقر والجاموس في طبعا صباح اليوم الخميس. عاوز أقول لكم إن سوق الخميس ده سوق بيجمع من محافظات مختلفة ومتنوعة في محافظات الدلتا سواء من محافظة طبعا كفر الشيخ مراكز ومحافظة كفر الشيخ وكذلك من محافظات البحيرة والدهلية والغربية في أنواع مختلفة. كمان عاوز أقول لكم أن السوق اليوم بيشهد حركة مبيعات متوسطة بالنسبة للمواشي، حركة البيع فيه بشكل متوسط وطبعا الأسعار. صباح الفل بنصب عليك. الأسعار عاملة إيه النهاردة؟ كلها بركة. ها؟ كلها بركة. ما احنا عاوزينها كلها بركة. يعني بالنسبة للحم القايم عامل كام؟ خلينا نتابع، خلينا في الجولة الصباحية وبنتابع معاكم طبعا الأسعار المتنوعة. صباح الفل. أدي طبعا المواشي ما شاء الله حاجة كده يعني ممتازة. اللحوم طبعا بلدية من خير يعني طبعا مربية متربية تم تربيتها على أيادي المزارعين في المربي الماشية في محافظة كفر الشيخ. دي الحركة الصباحية بالنسبة للماشية. خلينا ناخد ونكمل يعني جولتنا في طبعا السوق ونتابع لحظة بلحظة طبعا حركة البيع الصباحي. كمان العجول في كميات يعني عرض، العرض اللي هو من الماشية للعجول هي كميات كبيرة. السوق بيبدأ من بعد الفجر مباشرة، فرصة ان انت تشتري بالنسبة للماشية دلوقتي، خاصة العجول الأبقار والجاموس للأضاحي لعيد الأضحى المبارك بالنسبة للسوقين ذات اللي فاضيين على طبعا قدوم عيد الأضحى المبارك. عاد علي الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركة.